عند ابوه. طب وليه؟ احنا اللي عايزينه، واحنا عايزين بس ان هو بس يشوف لنا مصدر رزق، عايزين شيء حاجه ثانيه. ما اشتغلناش شيء مش هنلقى ناكل، يعني تبقى تعبان وطفع الدم وعيان ومش قادر تقوم، ولازم تقوم عشان تجيب لك رغيف العيش. احنا البياعين دي لو تشلت مش هتشتغل اصلا، هتنام في البيوت، وكده كده نايمه في البيوت، البياعين نايمه كده كده نايمه. كده الجو تعبان. والناس زي ما انت هو بيشتغل عارف. عشان هو بيشتغل لمؤاخذه وبيدان عشان يوفر رغيف العيش. انا طلعت خد لي بالك عشان خاطر اقابل سياده المحافظ واقول له على اللي احنا فيه ده. هو ما رضيش لمؤاخذه بالكلمه، اللي هو المساعد بتاعه ما رضيش يدخلني، قال لي مسافر. احنا نفسنا ان احنا نتكلم، سايبين لك بيعان الحشيش، وسايبين لك النصابين، وسايبين لك بتوعه البرشام، وجايين لك على الراجل الفقير، الراجل اللي انت اديك زي ما انت شايف. عارف احنا لو في، يا ريت بس مرضى زي ما بيقول يعملوا لنا مرتب شهر واحنا ننام في البيوت. مش عايزين كده؟ ننام في البيوت. الموضوع اللي جه الزهر وفر بكاء، انت عايزني من هنا وفر بكاء، ما تدينيش اخر الدنيا. انت عند مصنع البارحه اخر البكاء بعيد، انت عن نفسك مش قادر توفر. حصل بس انت وفر بكان، انت عارف تشيلني منين وفر بكان، غير البكان ده وانا تحت امر.